في الساعة الأساس اجتماع المرافعة الدفاع المتهم للأسف المروري مرافعة لا يمكن وصف مرافعة وإنما انطباعات وآراء وأهواء وأقوال واحتمالات وتكرار واجترار وقراءة المحاضر وأخطاء. قلت لهم سبوطلان قرار الإحالة، قلنا له فين هو قرار الإحالة وحيوا هذه الوثائق لا قيمة لها ويجيب لنا وثائق أخرى نفسها، ما فهمنا هو لدرجة أن كل شيء قال له ديرها. الصراحة ما بقيناش الآن لا نستفدوا لا سرب ملف وإنما الإطناب والتطويل والاجترار، ربما خطة منهم على أساس أن شافوا دفاع الطرف المدني كانت مرافعة قوية والنبل العامة واستغرقت وقت، قالوا إحنا على الأقل غنتساووا معهم من ناحية الوقت فغنطولوا، ولكن بدون مضمون ولا محتوى، إلى درجة أن الكل انزعج اللي داخل القاعة الكل بدون استثناء انزعج، حتى من المتهم قالوا أنا عييت وترهقت وكذا، وقلنا له ودا أنت كترهق المتهم. لو كان المتهم لقى واحد لدى في ذاك الدفاع ما غينسى العياء ان مصيره فيه، فالمتهم اللي مصيره في ديك المرافعه جا وقال سيد الرئيس عييت انا ما قديتش، يعني ما لقاش ما يجذبه في المرافعه او اذا سميناها مرافعه ما لقاش ما يجذبه في الكلام. وانا دخلت وقلت له هذا ما يعبر عنه بمطلق الكلام لا اساس له، غير هضر وقول طبعا قالت كذا لماذا لولا الا ان ذهب جاء ولا إيه واش هذا ماشي مراد راه كثرت الكلام. مرافعه فيها استنتاجات قويه منتجه، هذا كلام كله غير منتج، اما قرات محاضر سابقه مشات 22 عاد مشات 21 كان خصها تمشي في 24 ممكن تمشي في 27 مشات هذا كلام كل شيء فيه سؤال. علاش سموها نعيمه؟ وكان سموها فاطمه مش هذا السعود. علاش اخرى ما جات الحله؟ واش هذه عندها الدار ما عندهاش كذا؟ يعني واحد الكلام للاسف ممل مزعج لدرجه كل شيء انسان انتبه واحد الاحباط داخل القاعه، شفت واحد الهدوء واحد الاحباط اللي مشاو الناس تاع ما عندهم الرغبه في السماع. وكان القصد من المرافعه هو هدر الزمان والاطاله وارهاق المحكمه النيب العامه دفاع الضحايا دفاع المتهم تاع السيد زين بغى يمشي كثر ما كان المتهم قال يمشي بحالي، وما بقى بزاف هذا الشيء زعما للاسف تاخر الاربعاء زاد له قالوا غادي لك واحد نص ساعه ولا باش تكمل، لان كان فيها قراءه المحاضر كيقبض المحاضر كيبقى يقراه كيمشي عاوتاني يقرا الناس مع عاوتاني يقرا فلانه واش غنقرا حتى راه حفظنا هذه سبع شهور ثمان شهور محاضر تحفظات كل شيء حفظها غنبقاو نعاودوا فيها ونقراوها على المحكمه ما عندها حتى شي معنى. هذا هدر الزمان للاسف، والرئيس رغم ان له السلطه في وقف اي تمطيط او تطويل فكان زعما متساهلا وقالها له قالت سالنا معك بزاف ربما ما بغيناش، ولكن راك هادشي خرج للسلطه خرج للقانون خرج للحدود خرج للواجب.